المثنى وما يلحق به. المثنى، تعريف المثنى هو اسم يدل على اثنين أو اثنتين بسيادة ألف ونون على مصدره في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر. مثال: عالم، عالمان، أو عالمين في حالة النصب والجر، عالمان في الرفع. متى تحذف نون المثنى؟ إذا أضيف الاسم عالمي، نقول تم إجراء مناظرة بين عالمي الأحياء. كلمات لا تنتمي للمثنى مثل شعبان، أو نقول شعبان، مروان، هذه كلمات لا تنتمي للمثنى ولكن تنتهي بألف ونون. ما يلحق تلحق بالمثنى في إعرابه في الرفع بالألف، وتنصب بالألف، وتجر وتنصب بالياء. كلا في حالة المذكر، وكلتا في حالة المؤنث، واثنان في حالة المذكر، واثنتان في حالة المؤنث. اثنان للمثنى المذكر، اثنتان أو ثنتان للمثنى المؤنث. نقول: ويعربان إعراب المثنى، ذهب اثنان إلى العمل يرفعان بالألف، ذهبت اثنتان إلى العمل. اثنان واثنتان. إعراب الملحق بالمثنى: ينصبان ويجران بالياء، قرأت قصتين اثنتين عن المقاومة الباسلة. نقول: قرأت ثنتين هي نعت منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. قرأت البحث في 12 دقيقة، اثنتي اسم مجرور وعلامة جر. إعراب كلا وكلتا: كلا للمثنى المذكر، وكلتا للمثنى المؤنث، بشرط أن يضاف إلى ضمير. نقول: العلم والإيمان كلاهما أساس تقدم الأمم. كلاهما مرفوع، ولابد أن يكون هناك ضمير يلحق بهما. المؤمن يطيع والديه كليهما. التوكيد منصوب وهما ضمير. ويحسن إلى الصغيرتين كلتيهما. توكيد مجرور وهما ضمير. كلا وكلتا يعربان إعراب الاسم المقصور إذا أضيفتا إلى اسم ظاهر.